السلام عليكم. اليوم حوريكم طريقة عمل الاسباجيتي مع النقانق. زي ما انتم شايفين كده عندي الموية بتغلي مع الزيت، الموية غلت بخدتهم بالراحة عشان الاسباجيتي ما تتكسر والنقانق ما تطلع منها. طبعا اخد الصلصة مع الاسباجيتي والموية واستنى شوية. بعد اضفت الصلصة، استنيت شوية وصفيت من الموية وخليت شوية بس يعني، وبعدين خطيت جبنة الشيدر وخلاص.